النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. اجتماع مجلس إدارة الأهلي ممتد حتى الأسبوع المقبل. أبو ريدة في ضيافة الأهلي لتهنئة الخطيب برئاسة النادي. والأهلي يدعو نجوم الكرة العربية للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء أمس الاثنين برئاسة الكابتن محمود الخطيب تفويض المكتب التنفيذي للنادي في اتخاذ القرارات العاجلة في الشؤون المالية. وأكد المهندس عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة بأن جلسة المجلس ممتدة للأسبوع القادم بمناسبة دعوة رئيس النادي لزيارة الإمارات لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم 16 من ديسمبر الجاري بمدينة أبوظبي. نتابع في تقرير التالي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. أشكر حضراتكم على صبركم وانتظاركم علشان نرسخ مع بعض تقليد هيستمر معانا بإذن الله ما دام في العمر بقية، إن قرارات مجلس الإدارة تتخذ من خلال متحدث رسمي وعقب انتهاء الجلسة مباشرة، زي ما كنا بنعمل زمان. المجلس يخلص، أخذ المتحدث الرسمي ياخذ القرارات ويعلنها على حضراتكم في ذات الوقت. بالنسبة للقرارات التي اتخذت، بدأ المجلس بتهنئة من الكابتن محمود الخطيب، هنأ فيه أعضاء المجلس بثقة أعضاء الجمعية العمومية، وقرأ الخطاب اللي وصل باعتماد تشكيل المجلس والذي قدمه المدير التنفيذي، واستهل الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيدة العزيزة بنتنا حبيبة اللي راحت ضحية حادث السير. ثم بدأ أيضا في الحديث عن تقاليد العمل مع السادة الأعضاء داخل المجلس وحدود العمل، ومن ضمنها الإدلاء بالتصاريح والحاجات دي. القرارات، أهم قرار اتخذ النهاردة، كل أعضاء مجلس الإدارة سلموا المحمول بتاعهم واتحط في دولاب خاص وقد أغلق علشان مزيد من التركيز ومزيد من يعني كنقطة بتوضح ان مفيش فرصة ان حد يتقول على المجلس ان حد يصرف حاجة. نمرة اتنين، أحيط طبعا قلت المجلس بخطاب اللجنة الأولمبية، وبعدين تم تفويض السيد رئيس المجلس في شؤون كرة القدم، وله أن يعني يشكل لجان إذا كان يرى هذا الأمر تفويضه في هذا الأمر. وأيضا اتخاذ القرارات اللي ليها صفة العجلة أو العجالة، يعني افرض حاجة محتاجين ناخد فيها قرار النهاردة أو بكرة الصبح بالكتير، جواب عايز يتمضي، مش معقولة هيلحق يعمل اجتماع ويواجه الدعوة كده. فالأمور بعد كده طبعا هو له الآليات انه هيتصل بالتليفون مع الناس، لكن له حق اتخاذ القرارات في المواضيع العاجلة. تم اعتماد المتحدث المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي عن مجلس الإدارة، وشرفني المجلس بهذا التكليف واعتبارا من اليوم. تم تشكيل ثلاث لجان، لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي، طبعا المدير التنفيذي عضو في جميع هذه اللجان، يعني الثلاث لجان اللي هقولهم هو المستشار، أو الأربع لجان
المدير التنفيذي بحكم منصبه هو عضو في هذه اللجان، وله كل رئيس لجنة له أن يستعين بمن يراه يشكل اللجنة اللي تعجبه، يعني الأعضاء اللي هو يرى أنهم يفيدوه في هذا الأمر. المدير اللجنة القانونية معنية ببحث كل القضايا المقدمة أو من النادي أو ضد النادي. استقبل كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مقر النادي بالجزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وتواجد أبو ريدة في ضيافة الخطيب بمقر النادي بالجزيرة لتهنئته برئاسة النادي الأهلي وفوز مجلسه في انتخابات النادي الأخيرة والتي أقيمت يوم 30 من نوفمبر الماضي. ووجه رئيس نادي الأهلي الشكر لأبو ريدة على تهنئته الشخصية والرسمية لمجلس إدارة النادي الأهلي والذي فاز في انتخابات النادي، مشددا على أن نادي الأهلي يسعى ممثلا في مجلسه الحالي لاستغلال هذه الروح الطيبة بمد جسور التعاون والعمل المشترك بين الطرفين لمصلحة الكرة المصرية. وشدد أبو ريدة في جلسته مع الخطيب على سعادته بالاستقبال اللائق والحفاوة والذي لقيها في ضيافة النادي الأهلي، متمنيا التوفيق لمجلس الأهلي برئاسة الخطيب في المرحلة المقبلة وأن يستمر الأهلي في دوره الوطني والرياضي في مصر. وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة لستة لاعبين عرب للمشاركة مع الأهلي في مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 30 ديسمبر الجاري والتي تقام تحت شعار السلام على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وتضمنت دعوات نادي الأهلي اللاعبين ستة وهم فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، أحمد خليل لاعب الجزيرة الإماراتي، عمر عبد الرحمن عموري لاعب العين الإماراتي، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة الإماراتي أيضا، وسيد ضياء الرفاع من البحريني، وإسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني. عقد كابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل ميران اليوم بملعب تتش بالجزيرة للتأكيد على أهمية التركيز فيما هو قادم بدءا من مباراة طنطا والمقرر لها الجمعة المقبلة في الأسبوع 13 للدوري. وطلب المدير الفني من لاعبيه نسيان الخسارة الأخيرة أمام المقاصة والاستفادة جيدا من دروس الهزيمة الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم وتدارك أي أخطاء مستقبلا. بدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري منفردا على هامش الميران الصباحي والذي أقيم صباح اليوم. وأجرى الشناوي أشعة سونار على العضلة الضامة أمس أكدت احتياج اللاعب لمزيد من التأهيل والوقت قبل انتظامه في التدريبات الجماعية، فيما كان الشناوي قد غاب عن مباريات الفريق الفترة الماضية بسبب إصابته بجد في العضلة الضامة.
عقد حسام عاشور وعلي معلول لاعبا الاهلي تدريبات بدنيه منفرده تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالفريق، بينما غاب الثنائي عن التدريبات الجماعيه للاهلي، وذلك وفقا لبرنامج بدني حدده الجهاز الفني بقياده البدري لكل منهما. وكان عاشور يعاني من اجهاد عضلي عام غاب بسببه عن مباراه المقاصه الاخيره، بينما يؤدي معلول تدريبات قويه للعضلات بسبب غيابه فترة عن التدريبات للإصابة. واكتفى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق بأداء تدريبات تأهيلية على هامش الميران الجماعي في ظل معاناته من إجهاد خفيف، ولم تتحدد بعد مدى قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل بالأسبوع 13 لبطولة الدوري الممتاز. بدأ سعد الدين سمير لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش ميران الفريق اليوم الثلاثاء. وأدى سعد تدريباته التأهيلية الجات الجمة بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة. عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عماد متعب غاب عن التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم بسبب مرضه، مشيرا إلى أن اللاعب أخطر طبيب الفريق خالد محمود بشكواه من ألم في المعدة. ومن المفترض حصول اللاعب على راحة سلبية من ميران اليوم على أن ينتظم في تدريبات الفريق بدءا من الغد. للمزيد من التفاصيل حول ميران الأهلي اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك. اهلا بك يا فيروز واهلا بكل المشاهدين ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان. امير احكي لنا عن تدريبات النهارده. طبعا النهارده استأنف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته بعد الهزيمه في المباراه الاخيره امام فريق مصر المقاصه بنتيجه 3-2، وايضا بعد الراحه اللي حصل عليها جميع اللاعبين بالامس، واستعدادا للمباراه المهمه المقبله امام فريق طنطا في بطوله الدوري، وهي احدى المباريات المؤجله اللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعه القادم. بالتالي النهاردة كان بداية الاستعدادات لهذه المباراة كان من خلال كلام أو اجتماع من كابتن حسام البدري مع لاعبي النادي الأهلي، طلبهم خلاص بإغلاق صفحات مباراة مصر المقاصة والتركيز فيما هو قادم، وبالتحديد مباراة فريق طنطا، خصوصا هي أكيد مباراة مهمة جدا النادي الأهلي بيسعى من خلالها أن هو يوصل لقمة بطولة الدوري بفارق نقطة عن فريق الإسماعيلي. زي ما احنا عارفين يمكن الفارق حتى الان نقطتين، فريق اسماعيلي بيتصدر بطوله الدوري، النادي الاهلي لو فاز في المباراه المقبله يتصدر هذه البطوله. بالتالي طلب الكابتن حسام بدري من اللاعبين التركيز الشديد خلال المرحله الجايه.
بالتالي كان في تدريبات النهارده، تدريبات يمكن استشفائيه للاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي في المباراه الاخيره امام فريق مصر المقاصه، خصوصا ان احنا زي ما شفنا فيروز الاجهاد مؤثر بشكل كبير جدا، وتوالي المباريات مؤثره بشكل كبير جدا على اللاعبين خلال الفتره الماضيه، وبالتحديد في المباراه الاخيره امام فريق المقاصه، ده يمكن ادى لهزيمه النادي الاهلي نتيجه 3-2. لكن اكيد ده مش مبرر او عذر للاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله هيكونوا مركزين في المباراه القادمه ان شاء الله كخطوه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي لتصدر بطوله الدوري. فبالتالي النهارده كانت تدريبات استشفائيه للاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي، في المقابل كانت تدريبات بدنيه قويه للاعبين اللي ما شاركوش في المباراه، وايضا اللي شاركوا في اجزاء بسيطه من المباراه السابقه. لكن واضح على كل لاعبي النادي الاهلي التركيز خلال المرحله دي، كله عايز يثبت تواجده مع الفريق سعيا للمشاركه في المباريات المقبله، وبالتحديد اولهم مباراه فريق طنطا في بطوله الدوري العام. انت اكيد اتكلمت على الاصابات يا فيروز، لكن احنا عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي ان ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي هيكونوا جاهزين خلال المرحله المهمه المقبله جدا. زي ما قلت يا عماد متعب يمكن عنده زي الام في المعده النهارده ما حضرش المران، هشام محمد ورامي ربيعة لسه بيواصلوا البرنامج التاهيلي الخاص بيهم، ان شاء الله خلال اسبوع بالكثير ممكن ينضموا للتدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. محمد الشناوي طبعا عنده مزق في العضله الضامه، لسه قدامه شويه محمد الشناوي عشان ينضم للتدريبات الجماعيه. علي معلول بس عايز اوضح بالنسبه له حاجه، علي معلول يمكن كان شارك منذ ثلاث ايام في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي وفي التقسيمه بشكل طبيعي جدا، لكن وضح خلال المشاركه ان هو محتاج تقويه للعضلات، خصوصا ان احنا عارفين علي بقاله فترة كبيرة ما بيشاركش في التدريبات وكان عنده إصابة بمزق في العضلة الخلفية، فبالتالي تم وضع عليه برنامج تأهيلي خاص لتقوية العضلات عشان يكون جاهز إنه يكون متاح للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة. بكرة إن شاء الله هيكون في تدريب للنادي الأهلي من خلاله يواصل استعدادات المباراة طنطا، التدريب هيكون في تمام الساعة 3:30 عصرا، إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق خلال المرحلة دي واستعد بمنتهى القوة للمباراة المهمة المقبلة أمام فريق طنطا، وإن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحقق 3 نقاط ويتصدر بطولة الدوري العام. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. فاصل قصير وأنا أعود من جديد.